عودة مجددا لفتح الملف المحلي، ونبدأ بتأكيد سعادة السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكد أن الوزارة تعمل جاهدة في عملية التوظيف وإتاحة الفرص المختلفة عن طريق التدريب كي يكون البحريني هو الخيار الأفضل لسوق العمل. إلى ذلك قال الدوسري في تصريح لمركز الأخبار إن المرصد الوطني سيكون الأداة الفضلى لدراسة سوق العمل وإيجاد أفضل التوجهات التي تطلبها السوق إلى توجيه البحرينيين إلى التخصصات المطلوبة فيها. وزارة العمل تبذل جهود جبارة في تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وتضخ أموال كثيرة، وهذا يعني لولا يعني جهود القيادة الرشيدة ودعمهم لوزارة العمل بالأخص في التدريب والتأهيل والميزانيات الموضوعة لما استطاعت العمالة الوطنية أن تنافس الأجنبية، والبرامج أصبحت تلامس احتياجات سوق العمل مو مجرد للتدريب فقط، لا لتأهيلهم ليكونوا منافسين، وهذا ما رفع نسبة يعني التوظيف وكذلك نسبتهم مساوية بالعمالة الأجنبية. مرصد من أحد المشاريع الرائدة، وسيدي سمو ولي العهد يعني من المهتمين به، وأنا أعتقد أنه هو بيكون مركز نموذجي يقدم معلومات سوف تفيد الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وكذلك أولياء الأمور لمعرفة الطريق الصحيح لتوجه أبنائهم إلى سوق العمل.